يقول: هل هناك فرق بين الرسول والنبي وما هو؟ الله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر الرسول والنبي، والعطف يقتضي المغايرة. نعم، وأنهما نوعان. وقد عرف العلماء رحمهم الله الرسول بأنه من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها وإلزام الناس بها والجهاد عليها، هذا الرسول. وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. نعم. مثل من الأنبياء؟ الأنبياء بني إسرائيل. نعم. أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام. نعم.